السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نشرح موضوع الـ base of the thumb metacarpal fracture وراح نغطي هاي الـ objectives. mechanism of injury. يوم راح يصير عندي direct blow على thumb usually extra articular اللي هو most common. يوم راح يصير عندي axial force on a flexed thumb وراح يصير عندي usually intra articular اللي هو يا اما بنت يا اما رونالدو fractures. classification. يوم عندي extra articular اللي هو ممكن transverse ممكن oblique. يوم intra articular اللي هو حنسميهم يا اما بنت فراكتشر ديسلوكيشن اللي هو بارشال انتر ارتيكولار فراكتشر، يا اما عندي الرونالدو فراكتشر اللي هو يوجوالي كومنيوتد هو كومبليت انتر ارتيكولار فراكتشر. البرزنتيشن مريض حيجي عنده بين سوالينج ديفورميتي اكيموسيس بالجوينت بالثمب ماله، يحتاج يسوي اكزامينيشن للجوينت اللي قبله، ويحتاج ديز 3 تايبس اوف اكس راي اي بي ولاترال وابليك. بالاكس راي ضروري اميز البنت عن رونالدو. رونالدو هو كومنيوتد فحصل عندي اكثر من فراغمنت مكسوره، فراح اشوف عندي فشي اسمه واي اور تي ساين مثل ما تشوفون بالصوره، بينما البنت لا هو عباره عن فقط فراغمنت مشلوعه، فراح يصير عندي خط كسر واحد ريتش ذا جوينت مثل ما تشوفون بالصوره. هنا انا المانجمنت مالتي راح تعتمد اذا اكسترا ارتيكولار راح اعمل معامله كونزرفاتيف اذا كان بي انجوليشن اقل من 30 درجه. يعني شنو كونزرفاتيف؟ يعني كلوز ريدكشن واحط له ثمب سبيكر مثل ما تشوفون بالصوره. اما اذا كان عندي اكثر من 30 درجه او اذا عندي انترا ارتيكولار فراكتشر هذاك كلهم سيرجري، يا اما كلوز ريدكشن بيكوتينيا سبيننج يا اما انت اوبر ريدكشن تيرم فيكسيشن. يوجوالي يعني معناتها كل فراكتشرز هي سيرجري ما عدا اذا اكسترا ارتيكولار اقل من 30، او ضيفوا لها نقطه اذا بنت فراكتشر والديسلوكيشن مالته اقل من 1 مليمتر، يعني كلهم سيرجري ما عدا اثنين. كومبليكيشنز اوستيوارثرايتس ماليونيان ممكن يحصل عندي بعدين ستيفنس. سلام.